100 200، كل ممكن يبقى معايا الرقم ايه بتاعه بعد 75 عشان تبقى عارف ممكن هيجي لك في الاختبار هيعمل لك المناخ كده ولا بتهتم بالمناخ، فلازم تكون حافظ ارقام الايه المناخ خلاص. رقم المناخ اللي مكتوب عليه كل الفتحه 4 75 ده انا كده مش شايفه ده مكتوب عندك كده خلاص 16 اهو 16 هتيجي بعد كده بقى من بعد ال 20 و30 هتعمل مايكرو خلاص. بعد كده نرص المناخ بتاعتنا التربه بتاعتنا التربه الرمليه بنوزن نوزن كده في جرام كفايه اه كويس بس شويه لا يا عم قدامك صور كده عشان النزل ده 500 جرام. هو اهم حاجه وزنه يكون معلوم، يعني مثلا 500 600 اهم حاجه يكون وزن ايه معلوم قد ايه بالنسبه لي خلاص. يا جماعه خدنا 500 جرام، بعد ما خدنا 500 جرام بنجيب المصفى تمام، حط العين عليه كده ونبدا نفرد الميه ونغسل الايه التربه بتاعتنا. ليه بقى؟ عشان لو فيها طمي وطين اي حاجه ينزل. بعد ما وزنت ال 500 وغسلتها بحطها في الفرن ايه؟ تجف. بعد ما تجف باخد وزنها، يعني مثلا كانت 500 جرام بقت 490 مثلا بقت 10 جرام. طب انا لما اغسلها كده مش ال 200 نفسها اللي من الرمل هتعدي؟ الحجم ال 200 نفسه بتاع الرمل مش هيعدي؟ هو احنا عايزين الرمل مش هيعدي من 200، اللي هيعدي التراب الناعم اللي هي المواد الناعمه اللي هي اقل من 200 خلاص، اللي هي اقل من 200 فهمتني؟ انت شفت الغبره اللي هي اللي هي اللي هتعدي، لكن الحبيبات مش هتعدي. الحبيبات هتجز على المناخ اللي فيها وهتشوفها دلوقتي. بعد ما غسلتها يا جماعه بالميه ده بتاكد ان مفيش بعد ما بنغسلها نتاكد بقى ازاي ان مفيش مواد ناعمه تاني. الميه اللي هي نازله من الحنفيه بتبقى نازله من تحت، بقى كده اصبح ان التربه دي ما فيهاش ايه؟ مواد ناعمه تاني. وبجففه، وبعد ما اجففه باخد الوزن بتاعها وببدا اعمل التضارب بتاعي. خلاص انا كده وزني عامل 500 490، نسبه المواد الناعمه تطلع ازاي؟ 500 ناقص 490 بقت 10 10 على 500 هتطلع لي ايه؟ في الميه تطلع نسبه المواد الناعمه في الايه؟ في العين. خلاص؟ بعد ما حطينا مش هو حتى لازم ما جينا احنا بنقول شرب ما مش شرب جديد اللي هو اسرع من الايه؟ ده انا هجيب رقم كام؟ 4 ماشي؟ عليها كام؟ 11. عايز اعرف نسبة المرض منه كام؟ 11 ناقص 500 ايوه خلاص؟ على 500% تطلع نسبة المحمود على المرض المهزلي دلوقتي بنعرف الاجزاء اللي هي ايه؟ مكونات الرمله خلاص؟ بسجل كله رقم طالع عين يا جماعه دي شكل الاجزاء كلها اللي هي بتاع الايه؟ التراب. ده طبعا مرة من الموت ونحطها لك. نبدا من قصه زي ما قلنا لحد ما ايه؟ توصل لدي. المفروض انا بسجل كل الارقام اللي عندي كده. ها؟ كل اللي ممكن احتاجها لو انا بوصل لها. اه. وبعد كده بقى بنطلع زي ما قلنا ايه؟ طلع كده. هو المفروض احنا هنحضر نسبة كده حوالي 10 دقايق تمام؟ بس كله ولا كل واحدة بس زي كله 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 مع بعض يبقوا 10 دقايق. طب انا دلوقتي بدخل يده واعرف بقى ازاي امتى لحد بس امتى ادخل كده؟ في حاجة نازلة؟ انا شايف كده خلاص كله في حاجة. حاجة دقيقة انا ما انا بقول لك شايف ان في حاجة نازلة هنا؟ كده كده؟ ايوه في حاجة كده كتير يعني كل الناس هو الغير اللي ملكه ده انت فهمتني؟ ده كده بالنسبه يا جماعه لله تضارب الله الحبيب حد عنده هو معلش بس انهي منخل اللي هو الفصل ما بين الزلط والرمل؟ اه منخل 4 ده اللي بيفصل ما بين الزلط والله والرمل خلاص اللي فوقيه اللي فوق ده تمام بس
بالنسبه للتضارب الهواء بتعمل عليه يا جماعه بقى على الرمل والزلط. الزلط المناخ بتاعته مختلف طبعا. الزلط بيبقى احجامه ايه كبير. المناخ بتاعته ايوه بتكون كده سيئه. 3 2 4 كام؟ 75. خلاص ده بالنسبه للزلط. نفس الفكره بالظبط. توزن العينه مثلا 3 كيلو ولا 4 كيلو او 2 كيلو على الموجوده ونعمل لها تضارب الهواء لهدف الموضوع ده بتحدد نسبه الايه المرض الموجود. ده بالنسبه للايه للتضارب الهوائي.